الفترة الأخيرة ماني قاعد أطلع من البيت كثير. الجيمينج يجبرك إنك تتخذ من غرفتك بيت. قبل 7 سنوات كان آخر مرة طلعت هايك. ما أخفيكم، جلستي قدام الشاشة خلتني أجهل أماكن كثيرة في الرياض. ما كنت متوقع أن البقعة الجميلة هذه تبعد عني بضع كيلومترات. لما تشوف المكان على الشاشة شيء، ولما تعيش التجربة داخل المكان شيء ثاني. لا تحرم نفسك هذه المتعة، في أماكن كثير حولك صدقني راح تصدمك بجمالها. وإذا كنت جاهز أنك تكتشف هذه الأماكن يا بطل، كولومبيا موجودة لك.